الدعوة اليوم كانت لمناقشة خطة الحكومة اللي ما تلقيناها، يعني هلأ خلال الجلسة بعتوها على موبايلاتنا بعد ما بلشت الجلسة بشي ساعة. بس ما بتصور نحن بحاجة لخطة لنناقشها، لأنه كلنا بنعرف اليوم الوضع بالبلد. أي خطة هي شوية تنظيم بحال دخلنا على الحرب. كنا متمنى أولا أن يكون في ثلاثة أساسيين بهيدي الجلسة، يكون في رئيس حكومة، يكون في وزير الدفاع، يكون في وزير الخارجية، لأنه لقلنا هي اليوم مش خطة الطوارئ، ضرورية خطة الطوارئ، يعطيهم العافية، يعطي العافية الوزير ناصر ياسين على الشغل اللي مشتغله مع بعض الوزراء، لأنه في وزراء ما بعرف شو يعطونا حل، ما هو الناس عم تنزل على باب وزارة الصحة والوزير مسكر بابه ورح يفتح بابه هلأ بخطة الطوارئ. يعني ما بتصور أنه فجأة رح يتواضع الوزير ويصير يرد على الناس، لا، في وزراء بوابهم مسكرة والمشكلة فيهم، وفي وزراء عم يشتغلوا. بس اليوم خطة تفادي الحرب شو عم تعمل الحكومة، اليوم خطة نشر الجيش بجنوب، اليوم إذا حطينا جيشنا على الحدود التعدي عليه رح يكون تعدي على دولة، بتصور هيدا بيعملنا نوع من فك ارتباط أو فك اشتباك. ولكن ما في قرار من الحكومة، رئيس حكومة قال إنه هن لا يملكوا القرار. طيب لا تملك قرار الحرب والسلم، لا تملك قرار حتى التصرف، حتى الطلب من الجيش الانتشار. اليوم المفترض في 30 ألف عنصر يونيفيل وجيش بجنوب بناء للقرار 1901. مش نحن اليوم بدنا نمنع أو نثبت إنه الإسرائيلي عم يعتدي علينا؟ خلينا نفتو هيدا الشيء اللي كنا جايين نسمعه. الثلاث أطراف الأساسيين بهيدي العملية مش موجودين هون، وبتصور نوع من جديد من تراخي الحكومة، وما تعودنا أصلا تبعت لنا خطط.